86.2 والموسم 89.8. اليوم حاضرين في هذه المستثمرة النموذجية مستثمرة النور لإعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم 2023-2024. إذا كل الأمور مضبوطة وتم رصد كل الإمكانيات من البشرية والمادية. الحمد لله اليوم نستحسن أنه المستثمرة هذه زادت في طاقة الإنتاج حيث توصلت إلى 90 هكتار فيما يخص الزراعات الاستراتيجية من قمح وشعير، قمح لين وصلب وشعير.